ايوه فريد. ايوه يا يحيى. مفيش اخبار عن نور؟ لا لا لا، بس حازم عمل حادثه. ايه حازم؟ طب انا جاي فورا، في واحده عايزه تقابل حضرتك بره. انت مين وازاي تخش هنا من غير اذن؟ انا مريم المالكي، بنت هارون المالكي، كنت حابه اتكلم مع حضرتك شويه. تتكلمي في ايه؟ بخصوص القضيه. اطلعي بره لو سمحت. اتكلم معايا احسن من كده. ايه ده؟ انت كمان هتعلميني اتكلم ازاي؟ انت يا ابني تتحبس 24 ساعه. مين دي اللي هتتحبس؟ يلا بره. سيبني. ايه ده؟ بقول لك سيبني. معلش يا سليم، مش متعود اصحى بدري ولسه ما فطرتش، كنت عايز الحلقه القضيه من اولها. بس شابون اللي فكر في فكرة انه اخو القاضي هو اللي يدافع عن المتهم، عجبتني قوي بصراحة. مبروك يا مستر يوسف. مبروك مستر هارون. مبروك مستر شريف. مش مستر شريف برضو؟ ده مين اصلا؟ معقولة مستر يوسف ومستر هارون ما كلموكش عني؟ انا ناجي. اللي من غير ما تعوزني باقي. مكلموا عني. باي. يلا بينا يا شريف، وبعدين افهمك على كل حاجه. هروح اشوف ماري متاخرت ليه. ناجي لاحق على المصايب بقى. طالما ده ظهر يبقى انت في ورطه كبيره قوي. تبقى استناني في البيت، انا هروح مشوار وارجع لك على طول. هارد لك يا بروف. ايوه ريم. ايوه يا امنيه. نور ما ظهرتش في البنك؟ لا يا امنيه ما ظهرتش. ولا كلمت حد من زمايلكم النهارده؟ لا خالص، لو كانت كلمت حد كنت عرفت. انا مرعوبه عليها جدا. وانا كمان. طب ممكن لو وصلتي لاي حاجه تبقي تطمنيني؟ اكيد. اوكي سلام. استرها يا رب. يحيى أنا عايز أتكلم معاك. يحيى اسمعني، مش كده. يحيى يحيى أنا لازم أتكلم معاك. عندي حاجات كتير أهم من الكلام يا شاكر. حازم في المستشفى بسببي، ونور. إلا صحيح يا نور فين؟ اتجننت يا يحيى؟ يعني أنا هكون عارف مكان نور وأجي أقف معاك دلوقتي عادي كده؟ ما هو لما تيجي تقف قدامي في المحكمة وتدافع عن اللي خطفوها يبقى أكيد تعرف هي فين. أول مرة تعلي صوتك عليا يا يحيى. حقك عليا يا شاكر، أنا آسف إني عليت صوتي عليك. ممكن بقى تفسر لي اللي حصل؟ أنت اللي أجبرتني إن أنا أعمل كده، ما كانش قدامي حل تاني أحافظ عليك بيه غير إن أنا أقف قدامك في القضية عشان أجبرك إنك تتنحى عنها. كتر خيرك يا أخويا. يا مريم إيه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ ايه الكلبشات دي؟ مستشار ده عايز يحبسني، انت متخيل؟ حبس؟ ايوه. هو ايه اللي بيحصل؟ انا عايز افهم، مين المسؤول هنا؟ ما تخافيش. السلام عليكم. باشا. وصلنا مع سيادة المستشار يحيى بتار وأذن لنا إن هي تمشي. طيب. شكرا. أنا فهمت يا شريف، واللي عمل كده لازم يعرف أنا مين، فاهم؟ خلينا نمشي وبعد كده نشوف هنعمل إيه، تعالي. يا فريدة. إزيك؟ عملت إيه؟ الحمد لله. النهارده عدى على خير. يعني القضية خلصت خلاص؟
لا يا فريدة، لسه في قضية بس محتاجة شوية وقت. انت مالك متوتر كده ليه؟ عشان الموضوع لسه مخلصش يا فريدة، واكتشفت ان في ناس كتير قوي مستنية اليوم اللي يقع فيه يوسف المالكي. بعد الشر علينا. جو، اوبا، ايش الشياكة دي؟ انت مغيرتش ليه؟ انت مش عارف عندنا تمرين؟ عارف طبعا. سيبي بابا في حاله، بابا جاي تعبان. مفيش الكلام ده يا عمنا. عمنا ده ايه؟ اهدي انت بس يا حاجة، الراجل ده مش بشوفه غير صدفة وهيتمرن معايا. بقولك ايه، بلاش تتكلمي بالالفاظ دي، انت فاهمة ولا لا؟ خلاص يا فريدة، خلاص خلصنا. كل ما هتزودي فيها البنت هتغلط اكتر. خلاص بقى، هطلع اغير وهنزل اقطعك يا نجومية. ايوه بقى يا ابو الصحاب. نجومية وابو الصحاب، تربيتك شايف تربيتك عملت ايه؟ مالها تربيتي؟ يعني من المحكمه؟ مفيش، كان في حاجه في المزرعه كده رحت حلتها. طيب انت تعرف واحد اسمه ناجي؟ مفيش غير ناجي واحد. ماله؟ عايزك تفهم لي حكايته ايه. لا هي حكايته معروفه، طالما ظهر يبقى في قلب. سيبهولي انا اوصل له بمعرفتي واعرف ايه اللي وراه. الله يسلمك يا صاحبي. قول لي، مفيش اخبار عن نور؟ كلمت فريد، قال لي لسه التحريات شغاله ما وصلوش لاي حاجه. اوصلك واروح له. يا رب ان شاء الله خير. ايوه فريد. ايوه يا احمد، لقينا عربيه نور. ايه؟ طب ابعت لي اللوكيشن، انا جاي لك حالا. في ايه؟ لا، عربيه نور. اوبا جوري، جو جامد برضه. الله الله على وحش المجره اللي مظبطنا جوه وبره. ايش يا كده يا ابو العيامه؟ اقل حاجه عندي بقولي لابوكي. بقول له والله، بقول لك ايه، انت لازم تقطعه. انا كده كده بقطعه من غير حاجه. طب امسك بقى عشان لازم اخلع حالا. ايه الواد بتاع مزيكا؟ احبك كنت راكب معايا في السلام. بقول لك ايه، برمج اخوك بقى عشان نزلنا على ودانه. ايه جو، انا انجي بنت الباشا وهو علي بن الجنايني، ورد قلب ده مش هينفع معايا خالص. تلاقيش انا وكيلك في الجوازه دي، واللي عاوز يجي الفرح يجي، واللي ما يجيش عنه ما جه. سلام يا اتش. مع سلامة يا روحي. سلام يا حبيبتي. سلام يا حبيبي. هتعرف ولا هتتعبني؟ كلم على قدك.